قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غزا نبي من الأنبياء. إلى أن قال: فدنا من القرية، يعني القرية التي يريدون أن يغزوها الجهاد في سبيل الله، فدنا من القرية صلاة العصر أو قريبا من ذلك، فقال للشمس: أنت مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علي شيئا. دعا الله ذلك النبي أن يحبس الله الشمس، يعني يوقفها، ما تتحرك ما تجري حتى ما يخرج عليه وقت صلاة العصر. وأما السنة المشرفة فقد ورد فيها ذكر أنبياء لم يذكروا في الكتاب العزيز، منهم يوشع ابن نون عليه السلام، يوشع ابن نون عليه السلام. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غزا نبي من الأنبياء. إلى أن قال: فدنا من القرية، يعني القرية التي يريدون أن يغزوها الجهاد في سبيل الله، فدنا من القرية صلاة العصر أو قريبا من ذلك، فقال للشمس: أنت مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علي شيئا. دعا الله ذلك النبي أن يحبس الله الشمس، يعني يوقفها، ما تتحرك ما تجري حتى ما يخرج عليه وقت صلاة العصر. يريدون أن يصل، يريد أن يصلوا بعد انقضاء المعركة. قال: فحبست عليه حتى فتح الله عليه. الحديث أخرجه البخاري ومسلم. والدليل على أن هذا النبي هو يوشع عليه السلام قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: إن الشمس لم تحبس على أحد إلا ليوشع بن نون ليالي سار إلى بيت المقدس. الحديث أخرجه أحمد وغيره بإسناد صحيح. ومن الأنبياء أيضا شيث ابن آدم عليهما السلام، وقد ورد فيه حديث أبي ذر رضي الله عنه في حديث طويل، وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنزل على شيث 50 صحيفة. الحديث أخرجه ابن ماجة وابن حبان، والحديث مختلف في صحته. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقد ثبت في الصحيح أن نوح عليه السلام أول رسول بعث إلى أهل الأرض، وقد كان قبله أنبياء كشيث وإدريس عليهما السلام، وقبلهما آدم كان نبيا. انتهى كلامه. وقال ابن كثير رحمه الله عن شيث عليه السلام، قال عنه: هو نبي بنص الحديث الذي رواه ابن حبان في صحيحه.